نفسياتنا وصحابة اسود في اسود بيت هبابة ما بيتش فاهم فيكم حاجة رجولة مني ولا سذاجة ننسى نقول لحد الشهادة كل مادة انا بشيل زيادة ناس مريضة وناس كدابة عشان يعيشوا عايزين عيادة انا في كلام من زمان كله كذب وكله خان واللي حبني برضو باع فيلا يمشي وشوش كتير واللي نتنا منهم نهدى وجع ومش شاكلهم اي حد غيرهم مش شاببهم مش طانهم خلاص راكبهم الخلق عايزين مننا ايه نفوسكم السالكة بجنيه طب رايحين بينا على فين ملقتش واحدة زعلاني علينا بتقولوا ايه وباللي شفنا فيكم افرحنا ليه واللي نسينا وهو بيه ما نسيناوش لما راح في كلامك يما اللي كنت بتقولي تبقى احسن منهم انت اتبع شي اللي يشتريك واللي اشتراني عشان عارفني بسيتي هباب انتني ما يسوى عندي حاجة بس اخلي وعلم عليك انا في كلام من زمان كله كذب وكله خان واللي حبني برضو باع فيلا يمشي بالوداع وشوش كتير واللي نتنا منهم نهدى وجع ومش شاكلهم اي حد غيرهم مش شاببهم مش طانهم خلاص راكبهم الخلق عايزين مننا ايه نفوسكم السالكة بجنيه طب رايحين بينا على فين ملقتش واحدة زعلاني علينا بتقولوا ايه وباللي شفنا فيكم افرحنا ليه واللي نسينا وهو بيه ما نسيناوش لما راحت عليك